سؤال تاني بيقول: يا ريت توضيح لطبيعة ناسوت المسيح، هل هو أزلي؟ بصوا أحبائي، الناسوت لا يمكن أن يكون أزلي. ليه؟ لأن البشرية مخلوق، طالما مخلوقة يبقى ليها بداية. آدم ده أزلي؟ آدم ده رأس البشرية، بداية البشر. طب ما هو آدم اتوجد في التاريخ من كذا ألف سنة قبل المسيح. إذن الطبيعة البشرية طبيعة محدودة، حتى لو خلقت على صورة الله ومثاله، لكن كل مخلوق له بداية. وبالتالي كلمة أزلي دي صفة خاصة بالله وحده. لكن إذن طبيعة المسيح الناسوتية البشرية هي طبيعة مخلوقة، ولكن يسوع المسيح الإله المتجسد، حتى بقى اللي بتلخبط بعض الناس حاولوا تفهموا، ينسب كل ما لله لربنا يسوع المسيح له المجد وهو متجسد. بمعنى ابن الإنسان ده لفظ يشير إلى بشريته، إلى إنسانيته، لكن يقول يأتي في مجدي مع ملائكته. ابن الإنسان مجد إيه وملائكة إيه؟ ده تخص ابن الله، ما هو ابن الله هو ابن الإنسان، فما يخص لاهوته الآن أصبح يخص ناسوته. واضحة؟ فالصفات الإلهية قد تنسب إلى يسوع المسيح الإنسان بحكم أنه هو نفسه ابن الله. فما ينسب للمسيح له المجد هو يخص كل الصفات الإلهية والصفات البشرية، لأنها في شخص واحد، في طبيعة واحد، في إنسان واحد ربنا يسوع، في إله واحد ربنا يسوع، وسيط واحد بين الله والناس. فهنا لما تقول أن يسوع له كل المجد، لا بداية له ولا نهاية، لما بقول مجرد اسم يسوع، هو الحياة ضمنيا أقصد إيه؟ بحكم ألوهيته لا بداية له ولا نهاية. زي ما أقول إيه؟ ربنا تألم، هو بحكم ألوهيته لا يتألم، لكن لما بقول ربنا تألم أقصد يسوع المسيح من جهة بشريته كإنسان تألم طبعا، وصلب وقبر ومات وقام. واضحة؟ إذن طبيعة المسيح البشرية الناسوتية هي طبيعة مخلوق، ولكن يسوع المسيح له المجد، الإله الحقيقي المتجسد، يحمل صفات اللاهوت وصفات الناسوت في نفس الشخص. فما ينسب له كإنسان ينسب أيضا صفات الله له، لأنه تجسد وهو إله حقيقي.